متشكرة قوي يا بابلو، أنا بجد بقالي كتير قوي ما اتبسطتش كده. أنا ما عملتش حاجة. بقولك إيه، أنا فكرت في كلام عم خضير، وبفكر إنك تشترك لنا في الجيم، بس على شرط إنك تيجي معايا. معقولة؟ ده خبر حلو قوي. ماشي، بس أهم حاجة بقى إنك توقفي شرب عشان مش هينفع مع الجيم، وبرضه عايزك تاكلي كويس عشان الجرح يلم بسرعة. حاضر، هعمل كده أكيد. يلا نجرب الطريقة بتاعتك يمكن تنفع. ما تقلقيش. كمال بيه موجود؟ معرفش يا باشا، انا لسه واصل تحت امرك. انت سيد بابلو صح؟ ايوه. وفرت عليها مشوار يا سيد، تعال معايا. اتفضل يا باشا. اوعى تقول في المحضر انك انت كنت مع ندى. ازاي يا باشا؟ ده تحقيق في جريمه قتل، يعني اي غلطه صغيره الضابط هيمشي وراها ولا نفسي في المحكمه. يا ابني فهمني، لو خطيبها عرف انك انت وندى كنتوا لوحدكم في السخنه الجوازه هتبوظ. وبعدين انت معلم يا بابلو، هتعرف ازاي تصرف نفسك. كلامه هنعوزه يا باشا، انا الحارس بتاعك وكنت بامنها بعد الحادثه دي، لسه واخده طلقه. وبعدين احنا في بيننا وبين جلال مشاكل كتير، ناس هتشك ان احنا اللي عاملينها. يا ابني نفذ اللي قلت لك عليه. لا يا باشا ما ينفعش، يا روح ما بعدك روح. وبعدين انا رجلي لو جت في الموضوع ما انت تتلط معايا. انت هتستعبط عليا يا بابلو؟ هو انت فاكر ان انا ما اعرفش ان انت اللي ورا الحدوته بتاعت جلال؟ يا باشا انت هتشيلها لي زي ما زميلي بيعمل؟ خلاصه الحكاوه انا ما بعملش حاجه غير اللي تقول لي عليها وبس، وكله يبقى تحت مشورتك. اه قول بقى انك انت عايز تشيلها لي. بالعقل كده يا باشا، جلال معادي طوب الارض، وطول ما هو عايش انا بطلع مصالح من وراه. هستفاد ايه بقى بموته؟ يلا بابلو الباشا عايزك. بالاذن بقى يا باشا، عشان الظابط عايزني. عملت ايه يا بابلو؟ اللي جابك يا مدام ندى؟ لان فهمت ايه اللي حصل وفاهمه ايه اللي هيحصل بعدها. ما ينفعش ما كنتش جدع معاك بعد ما انت كنت جدع معايا، بالذات ان انا عارفه انك عملت ده علشان. عملت ايه؟ انا ما قتلتش جلال، انا كنت معاكي وانت لسه شاهده كده جوه. انا في الاول كنت فاكره ان انت اللي مقصود بالرصاص، بس لما قعدت افكر قلت احتمال انا اللي اكون مقصوده بيها. انا لغايه دلوقتي مش متاكد اذا كان جلال هو اللي ورا الرصاصه دي، بس انا متاكده انك عملت ده عشان تجيب حقك وتجيب حقي. ميرسي يا بابلو. ايه ده؟ ده انت طلعت في السنجوليفة، احنا في الاسم. اللي يعرف كمال يقول. يقول له.